أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز الأخباري. أفاد مصدر من القوات الخاصة ببنغازي بتحرك قواتهم إلى محاور القتال في مدينة درنة، وأشار المصدر في اتصال مع النبأ إلى أن قرابة 4 كتائب من القوات الخاصة ستشارك في معارك درنة بقيادة أمير هونيس بوخمادة. قال مسؤول الإعلام بمجلس شورى مجاهدي درنة محمد المنصوري أن محاولة الهجوم على المدينة تستهدف جهود المصالحة التي جرت خلال رحلة حفتر المرضية، ما يكشف دوره في تعميق الأزمات. وأضاف المنصوري للنبأ أنهم تمكنوا من قتل 7 عناصر وجرح آخرين من الميليشيات حسب قوله، مشيرا إلى أن المجلس دمر عددا من الآليات التابعة للكرامة أثناء الهجوم. ولفت المتحدث باسم شورى درنة إلى أن أفرادا تابعين للجيش المصري ومرتزقة من تشاد شاركوا الميليشيات هجومهم على المدينة وفق قوله. أكد نائب رئيس المجلس المحلي تورغاء سالم عميش عدم استلامهم أي قيمة مالية من الحكومة المقترحة، سواء للمقيمين في مخيم جرارة القطف أو داخل المخيمات في طرابلس. ونقلت صفحة المجلس على فيسبوك عن عميش قولها خلال اجتماعه برؤساء المخيمات الخاصة بأهل تورغاء إن الحكومات تعلم ما يمر به الأهالي داخل المخيمات، ولكن دون أي تحرك رغم مراسلتهم أكثر من مرة. وأشار عميش إلى ضرورة التحرك لتوفير العيش الكريم لأهالي المدينة في ظل التهميش من قبل الرئاسي المقترح وعدم الوفاء بالتزامه حسب تعبيره. أنقذ حرس السواحل الليبي 80 مهاجرا غير نظاميين من جنسيات إفريقية مختلفة شمالا من ليتا غرب العاصمة طرابلس. وأفاد المتحدث باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم في بيان صحفي أن دورية لحرس السواحل على متن الزورق صبراتة أنقذ مهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي متهالك، بينهم 28 امرأة و11 طفلا. وأضاف قاسم أن المهاجرين قدمت لهم المساعدات الإنسانية والطبية، وجرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء تاجوراء. نهاية الموجز، في أمان الله.